كثير من النجاحات او قدمت تسهيلات او تنازلات بالاصح وبالاحرى لايران في هذا الاتفاق، وبالتالي لم تضع كثيرا من الاعتبارات الخليجيه، بالاضافه لان لدى الخليجيين كثيرا الان مجموعه من الهواجس والمخاوف، ولديهم قناعه ولمس اليقين ان الامريكان قد باعوهم بالفعل في الاونه الاخيره، وهذا هو السبب الذي من اجله شرعت كل المملكه العربيه السعوديه والامارات باتجاه نحو فرنسا ونحو روسيا الاتحاديه. أيوة. وجدنا محمد بن سلمان في نهايه يونيو الماضي يذهب الى روسيا ويلتقي الرئيس بوتين الرئيس الروسي ويعقد اتفاقيات مع روسيا ب 10 مليارات دولار. أيوة. وجدناه بعد ذلك باسبوع يسافر الى فرنسا ويلتقي بالسيد الرئيس الفرنسي هولندا ويعقد اتفاقيات ب 12 مليار دولار. هم الان في محاولة لتكرار النموذج المصري. أيوة. بعدم وضع البيض الخليجي كله في السلة الأمريكية. اتفاق 5+1 كشف جزء من النوازع الأمريكية. وأن هناك خيانة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، كما خانت أمريكا مصر بعد 25 يناير وأرادت الزج بمجموعة الإخوان المسلمين، هي الآن تسعى بعد 5+1 للدفع بإيران لتصبح بالفعل شرط المنطقة ومنطقة الخليج.